اذكر جزءا من اجزاء الفم. اللسان قالها محسن اخذ 22 نقطة. انت هم قلت اللسان كل ساعة تعيد. بعدين قلت الفك، الفك، والفك لربما فك الحوت، فك القرش. الانسان عنده فك؟ ما اعرف. خلينا نشوف الاحتمالات. ها شو تقول؟ شو تقول محسن؟ ان شاء الله. شو تقول محسن؟ انا ما اتوقع لان هكذا اوحي لي. يلا الحمد لله.